معنا، يلا بينا على الموجز. أول خبر النهاردة، اللجنة الخماسية بتقدم موعد استئناف الدوري يوم، هيبقى يوم 6 بدلا من 7. الأهلي يعلن الاتفاق النهائي مع نادي المقاولون العرب على كل الأمور الخاصة بانتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي. في هدوء تام، أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي وصورة مع الحارس الرائع محمد الشناوي والنجم سعد الدين سمير، وتجديد العقود 5 للشناوي و3 لسعد سمير، مبروك على الاثنين. فايلر عاد إلى القاهرة ولكنه لم يأخذ تدريبات اليوم واكتفى بالمتابعة عن بعد من خارج النادي، لكنه يعود عقب إجراء المسحة غدا، وغدا المسحة الثالثة للنادي الأهلي. ونادي الزمالك يجري المسحة الثانية اليوم، ينتظر النتيجة غدا تمهيدا للعودة للتدريبات، أما المسحة الثالثة هتكون في المعسكر المغلق بإذن الله. الزمالك يعلن عودة الفرجاني ساسي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا للانتظام مع الفريق، ومفاجأة أيضا انضمام حمزة المثلوسي. أكبر نسبة إصابات في فريق وادي دجلة 6 حالات، وسلبية بعض العينات أو كل العينات لسموحة والاتحاد السكندري، يعني حتى اللي كانوا فيهم إيجابي في الاتحاد السكندري رجعوا بالسلامة، الحمد لله على سلامتهم. نادي أسوان يقترب من إعلان ملعب الشرطة ملعبا له في الدور الثاني، وبعد المعاينة هيستضيف مباريات الفريق الخاصة بأسوان في الدور الثاني إن شاء الله، طبعا باستثناء الأهلي والزمالك. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيتفقد مصنع النجيل الصناعي لمتابعة أعمال التطوير اللي اتعملت على كل مكونات ومتطلبات التشغيل، حاجة جامدة. واخيرا البرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني للاولمبياكوس اليوناني بيعلن عن رغبته في بقاء احمد حسن كوكا مع الفريق السنه اللي جايه بالتوفيق ان شاء الله.